احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ومع حديث قدسي جديد نعيش في حلقه اليوم، مع حديث يتحدث عن اهم شيء ركن في الاسلام بعد الشهادتين، الامر او الفرض الذي ان كان كاملا قبل وسائر عمل الانسان، وان كان ناقصا رد وسائر عمله. الامر الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم، يعني العهد الذي بيننا وبينكم، الامر الذي نستطيع ان نحكم به على اسلام الانسان لله سبحانه بعد نطقه بالشهادتين. الحديث طبعا عن الصلاة. فروي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم انه قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. يقول الله لملائكته: انظروا في صلاة عبدي هل أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قالوا: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الاعمال على ذلك. رواه احمد. هذا الحديث يتحدث عن مسألة وقيمة واهمية الصلاة. الصلاة لغة الدعاء، صلى فلان لفلان في اللغة اي دعا له، لكن المصطلح الشرعي هي عبارة عن حركات محددة بهيئة محددة في أوقات محددة. ولكن الصلاة فيها عدة أمور، فيها علاوة على شروط الصحة، فيها فرائض، فيها سنن، فيها مستحبات، فيها مكروهات، فيها مبطلات. والصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان الخلفاء يرسلون البعوث والسرايا ويقولون لهم: إن وجدتم القوم، بالذات في أيام الردة، كان أبو بكر يقول لخالد: إن سمعت المؤذن فكف يدك. يعني وجدت الناس يصلون فلا تتدخل في المسألة ولا تدخل دخول المحارب، لأنهم يصلون فهم من المسلمين. الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، ومن كرم الله عز وجل أن لم يجعل لنا 17 ركعة نصليها في الصباح وننتهي، أو نصليها قبل النوم وننتهي، ولكن هي مسألة يعني كل عدة ساعات الله عز وجل يجدد لنا قلوبنا وإيماننا بالصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قم يا عبد الله، يا من أشعلت على نفسك النيران بذنوبك وكثرة خطاياك، قم الى الصلاة لتطفئ هذه النيران. الصلاة سبحان الله العظيم العجيب فيها ان الانسان يقف بين يدي الله عز وجل ليستقبل القبلة طاهرا متوضئا، فلا يدخل على الكريم سبحانه الا بهذه الطهارة وكأنها توبة. وكأن العلماء يقولون ان الانسان عندما يعني يتوضا فيغسل يديه تتساقط الذنوب من يديه، فاذا تمضمض تساقطت الذنوب من فمه، فاذا استنشق تساقطت الذنوب من انفه، ان غسل وجهه كذلك، ذراعه الايمن الايسر، مسح راسه، غسل يديه، بقيت له ذنوب، تاخذ الملائكه بقيه ذنوبه وتضعها على راسه، فاذا وقف وركع وقرأ ثم ركع تناثرت الذنوب، فإذا رفع تناثرت الذنوب، فإذا جلس تناثرت الذنوب،
اذا سجد اذا جلس اعترف الذنوب، فاذا سلم خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. هذا امر. الامر الثاني ان ما بين الصلاه الى الصلاه، الجمعه الى الجمعه، رمضان الى رمضان، حج الى الحج، كفاره لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. لكن كثيرا ان كثيرا من الناس مرت عليهم سنون رجال ونساء وهم في حالة غفلة لا يدركون قيمة الصلاة. أبوه ما شجعه، ما أخذه بيده إلى المسجد. أمها ما يعني وهي صغيرة ما أخذت بيدها لتقف بجوارها في الصلاة وتلبسها خمارها حتى تدخل على الصلاة وتتعلم صغيرة. مروهم للصلاة السبع واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فقضية الصلاة تبدأ من الصغر. ولكن بعض من الناس لا يبدأ الصلاة إلا في العشرين من عمره، وهناك من يبدأ في الثلاثين من عمره، وهناك من يبدأ بعد ذلك. ماذا يصنع؟ الفقهاء على رأيين. الرأي الأول أن الإنسان عندما يبدأ في الصلاة ويواظب عليها صلوات خمس، عندئذ كأنما دخل الإسلام من جديد، وهذا رأي الإمام أحمد، فهذا يجب ما قبله ويكثر من النوافل. هذا رأي الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد لا يفرق بين يعني منكر للصلاة ومتكاسل عن الصلاة، يقول كلاهما خرج من الملة. من أخذ النص هكذا. لكن جمهور العلماء يرون أن هناك من هو متكاسل عن الصلاة، يعني لا يرفض شيئا معلوما من الدين بالضرورة، هو لا ينكر الصلاة كفرض، ولكن يرى أنه متكاسل عن الصلاة، فماذا يصنع؟ أنا أرى والله أعلم برأي الضعيف، إن كان حسنا فمن الله ومن رسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان غير ذلك فمن الشيطان ومن نفسي، والله ورسوله منهما بريئان. أنا بعد كل صلاة أو قبل كل صلاة أصلي ما شاء الله لي أن أصلي من فوائد كانت علي. يعني مثلا أنا علي مثلا 10 سنوات صلاة، هذا رقم كبير، ماذا أصنع؟ آتي كل وقت وأصلي فرضين أو ثلاثة، أو أسلم من هذا أقوم قبل الفجر بساعة أو نصف ساعة، وأصلي يوما أو يومين مما علي، صبح ظهر عصر مغرب عشاء. بهذا يتناقص عدد الصلوات التي كنت أصليها. ثم نأتي إلى يوم القيامة، إن كنت مطالبا بالصلوات سبحان الله العظيم التي كانت علي فقد أديتها، وإن كنت غير مطالب بها فإن الله لن يضيعها علي، بل تحسب لي نوافل في ميزان حسناتي. هذا بالنسبة للفوائد من الصلاة. أما قيمة الصلاة نفسها وكيف أن الحديث يقول أكملوا لعبدي من تطوعه إلى فرضه، فهذا موضوع حديثنا بعد الفاصل إن شاء الله. كونوا معي وسوف نعود لنكمل موضوع الصلاة مرة أخرى. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم مرة أخرى أحبتي في الله. انظروا هل لعبدي من تطوع. إذن هنا الصلاة ليست لم تكن تصلى فقامت مكانها النوافل، هذا فيما أفهمه. لا، الصلاة كانت ناقصة من خشوع أو خضوع أو إخبات لله سبحانه وتعالى، أو أن الإنسان يجب أن يراعي المسلم أنه ليس من صلاته إلا ما وعى منها، ما وعى ما عقل منه، يعني قيمة ما يؤخذ أو ما يكتب لك في ميزان الحسنات في الصلاة ما وعيت وعقلت أنك في الصلاة. ابن عوف، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وقف مرة يتنفل في بستان الله، فشقشق عصفور فوق شجرة فشغله عن الصلاة، فسلم ثم قال لغلامه اخرج، لقد اخرجنا هذا البستان لوجه الله سبحانه للفقراء والمساكين لان فيه شغلنا عن الصلاة. يعني كفارة لهذا. يعني انا اتصور اننا لو ما كان على طريقة عبد الرحمن بن عوف لا 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 تصدقنا بثيابنا التي نلبسها وببيوتنا التي نسكنها، لان يعني سبحان الله نسأل الله السلامة متى يخشع الانسان في صلاته. حاتم الاصم رجل من الصالحين كان يصلي مرة العصر بالمسلمين، وبعدين
بعد ان انتهت الصلاة كان المسجد مليء لان كان كل يوم له درس في صلاة العصر. فلما سلم لم يجد ولا مصلي خلفه. اين ذهب المصلون؟ سمع ضوضاء خارج المسجد فخرج. وجد الناس خارج المسجد. اين يعني كيف تركتم الصلاة؟ قالوا يا امام اما شعرت وانت تصلي؟ قال لا. قالوا ان سارية من سوار المسجد وقعت عمود يعني انكسر. فخشينا ان يقع السقف فوق رؤوسنا فهربنا. قال انا كنت في الصلاة. فيعني كأنما ضبطوه متلبسا بالخشوع. فقالوا له كيف تصلي؟ يعني انظروا الى صلاتنا. يعني هل بقي لنا في الدين شيء الا الصلاة؟ لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة. اولها الحكم واخرها الصلاة. فما بقي للمسلمين الان الا الصلاة. اما بقية قانون الله عز وجل وما في كتاب الله عز وجل من قوانين ودساتير واوامر ونواهي. نسأل الله ان يردنا الى الاسلام ردا جميلا. نحن لا نريد ان نحزن قلوبكم او نضيق صدوركم. ولكن نريد سبحان الله ان نشرح المسألة. يا حاتم كيف تصلي؟ قال رضي الله عنه انا ان جاء وقت الصلاة اسبغت وضوئي ثم جلست في المكان الذي سوف اصلي فيه حتى تجتمع جوارحي. والعجيب ان بعض الناس يكون مثلا يشتم عاملا عنده او يوبخ ولدا له على الهاتف وتأتي وقت الصلاة لسه لم يخرج من التوبيخ بعد. يعني اخر لفظ في التوبيخ كان قبل تكبيرة الاحرام. بالله عليك يعني اين الانفصال ما بينها؟ يعني انت عندما تدخل عند مسؤول كبير تعرض عليه امرا ماذا تصنع؟ ترتب اوراقك وتكتب النقاط وربما تدرب نفسك على طريقة الكلام مع المسؤول وتقول ان سألني عن كذا اجبته بكذا وان قال لي كذا ركزت في كذا. فتدخل ولست شارد الذهن وانما تدخل وانت مركز تركيز تام انك تكلم مسؤولا. فما بالك برب العباد عز وجل؟ يا ابن ادم لو علمت من تناجي من فتلت من الصلاة. المهم فحاتم رضي الله عنه قال ان جاء وقت الصلاة اسبغت وضوئي وجلست في المكان الذي سوف اصلي فيه حتى تجتمع جوارحي. وانا اقول ان يفضل انا افضل شخصيا ان لما تجلس في المكان الذي تصلي فيه افتح المصحف اقرأ صفحة او صفحتين. اضرب لك مثالا يفهمه ابناؤنا وبناتنا اكثر منا. مدرب الفريق سواء القومي او الاولمبي او ايا كان يعني قبل ان يدخل اللاعب للملعب يعمل ايه؟ يعمل عملية احماء فيدور حول الملعب دورة ودورة ودورة الى ان تتحرك العضلات ويبدأ الاحماض تعمل والعضلات تشتغل وسبحان الله. فيعني الى ان يقول اللاعب الفلاني يسخن. يعني استر يا رب خلاص ما دام سخن نسأل الله الهدوء. المهم فيدور دورة ودورتين يعمل احماء. فلما يدخل الملعب لانه لو اخذ من على دكة الاحتياط كما يقولون الى الملعب لنام في كما ينام عامة. لكن يعني المهم فسبحان الله يعني ياخذوه لازم من تسخين. ولله المثل الاعلى. يعني بالله عليه اجي من امور الدنيا مرة واحدة الامر ده ادخل اقرأ في ابتدي ابدأ ايه في الخروج من دوامة العمل وبالذات صلاة الظهر والعصر. نريد ان الانسان فيها يكون ايه مستعدا للقاء الله عز وجل. المهم اقوم فاكبر هكذا يقول حاتم اكبر ثم اقرا قراءة بترتيل واركع ركوعا بخشوع واسجد سجودا بتواضع واضعا الجنة عن يميني والنار عن يساري والصراط تحت قدمي. هكذا يتخيل في صلاته. والكعبة بين حاجبي وملك الموت ورائي كي اظنها اخر صلاة لي واتبع ذلك بالاخلاص في النية ثم لا ادري اقبلت مني صلاتي ام لم تقبل. اذا مسألة الخشوع والخضوع في الصلاة هذا امر. هناك امر اخر فرضنا جدلا ان واحد من قبل البلوغ وهو مواظب على الصلاة تمام ولما كبر وترأس وتربع وصار له مؤسسات وشركات سبحان الله العظيم يعني صلاته لم تنهه عن البغي. يبغي على عمه وعلى خاله وعلى تقسيم تركة معينة وعلى الظلم يظلم اخواته البنات ياخذ ميراث ابيهم ياخذ الشركات والمؤسسات
يعني يحتل البناية ويبيعها ويقتطع قطعة أرض، ومن اغتصب شبرا من أرض والعياذ بالله رب العالمين اقتطع الله له شبرا من جهنم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه ثمرات الصلاة. المهم، فالله عز وجل يسأل ملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني هذا العبد كان الصلاة ناقصة من وضوء ومن خشوع إلى 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 ركوع إلى سجود إلى وضوء، من أسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها لفت كما يلف الثوب الأبيض وترتفع إلى رب العباد عز وجل داعية لصاحبها وتقول حفظك الله كما حفظتني، وإذا لم يسبغ وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها لفت كما يلف الثوب الخلق الثوب القديم ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. كم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إذن القضية عايزة تركيز. والعجيب أن الفرق بين الصلاة الخاشعة والصلاة المنقورة بسرعة فرق يمكن ثلاث دقائق. ثلاث دقائق، نحن خمس صلوات سبحان الله، خمس صلوات في اليوم لو سبحان الله العظيم يعني ركزنا على المسألة نجد ان الفرق بين الاسراع في الصلاة وهي غير مقبولة والعياذ بالله. قال له صل فانك لم تصلي، رجل كان يصلي امام النبي صلى الله عليه وسلم كما نصنع، الله اكبر سبحان الله ومن حمده الله اكبر سبحان الله، ماذا تقول؟ يعني هو احيانا تنظر في المسجد الى اناس تقول عجبا ماذا يقول في ركوعه هذا، الله اكبر سمع الله، يعني الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، متفكرا في معناه سبحان ربي، يعني ما معنى سبحانه؟ يا ربي اصفك بكل كمال وانزهك عن كل نقص. لكن كيفية الصلاة هذا موضوع حديثنا ان شاء الله بعد الفاصل، كونوا معي لنكون خاشعين في صلاتنا. اللهم تقبل يا رب العالمين، اهلا بكم. اهلا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونتحدث عن اهمية الصلاة في هذا الحديث الخطير الذي يسأل رب العباد عز وجل عندما يرى صلاة العبد ناقصة يوم القيامة انظروا هل لعبد من تطوع. نعود الى مسألة كيفية الخشوع في الصلاة. الصلاة فيها امور ثلاثة مهمة، اقامة اركانها كما هي، يعني مثلا يعني تكبيرة الاحرام بعد النية، تكبيرة الاحرام يجب ان اتي بها واقفا، لان الاحظ بعض من ابنائنا في المسجد لما يقوم يصلي نفل وهو واقف هكذا ليصلي، مثلا جلس صلى ركعتين ثم اراد ان يصلي ركعتين اخرين وهو واقف هكذا يكبر الله اكبر ثم يستوي قائما وكأنه يريد ان يلخص المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل ينقر الصلاة لم يقل له صلاتك ناقصة، صلاتك تريد اصلاح، لا، قال صلي فانك لم تصلي، لم تصلي، يعني اولا اقل يعني التسبيحات في الصلاة في الركوع والسجود ليست ركنا ولا فرضا ولا تبطل الصلاة بدونها، لكن هي موجودة كسنة مؤكدة لكي تستقر في صلاتك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فأنت لا تخترح صلاة من عندك، الأمر التعبدي أمر نحن نتعبد رب العباد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء في كتاب الله من قبل. فأنت عندما تركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان الله، حتى قال العلماء اجعل بين كل تسبيحتين وقفة بمقدار تسبيحة، لكنك سبحت خمس مرات يعني سبحان ربي العظيم واسكت بمقدار تسبيحة، هذه اثنتين، سبحان ربي العظيم اذكرها ثم سكوت هذه تسبيحة، سبحان الله سبحان ربي هكذا، فلابد هذا يشجعك على الخشوع. وايضا تفكر فيما تقرأ، فانت تكبيرة الإحرام يجب أن تأتي بها واقفا، وبعض الناس يقول ولا الضالين الله أكبر، لا يا أخي ولا الضالين قائما ثم قل آمين وهي ليست آية من الفاتحة ولكن معناها استجب يا رب، فلا بد من هذا. سبحان الله العظيم، أنت في كل شيء هناك قانون، حتى لعب الكرة في قانون، والعياذ بالله النوتة الموسيقية لها قانون، وكرة السلة لها قانون، يعني كل شيء له قانون، فلماذا لا تجعل قانون الصلاة
يعني تطبقه بحذافيره كما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذه مسائل مهمة. في الركوع أيضا تجد المسلمين كل واحد له حالة من الركوع، اللي رأسه إلى أعلى واللي رأسه إلى أسفل، سبحان الله، واللي ركبتاه مثنيتين هكذا. لا يا أخي الإسلام، يعني أنت عندما تركع شد رجليك إذا كنت صحيح البدن يعني، وشد يديك وأمسك بيديك ركبتيك هكذا وتفرد. سبحان الله، كان الصحابة يصفون ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لو وضع إناء مليء بالماء فوق ظهره الشريف لاستقر. يعني بلغة الرياضيات التي يدرسها أبناؤنا، زاوية 90 درجة، زاوية قائمة مستقيم كهذه الطاولة أو المنضدة التي أمامي بهذا المنطق، سبحان الله، يعني مستوية هكذا. لكن في ناس ظهرها كذا واللي ظهره تحت واللي وجهه، يا أخي وجهك ورأسك باستقامة ظهرك، وأنت واقف انظر إلى موضع سجودك، إن رأيت أن تغمض عينيك يشجعك على الخشوع أكثر أغمض عينيك. بعض العلماء يرون كراهية تغمض، هذه اجتهادات لا ندخل نحن في فقهيات الصلاة الآن. فإن رأيت أنك أغمض عينيك مدعاة للخشوع أفضل. وذلك يفضل أبو حنيفة أن تصلي قريبا من الجدار، لا داعي لأن تترك مسافة، لأن الشيطان سوف يأتي يقول لك، وبالذات إذا كنت تفهم مثلا في الديكور، ما شاء الله هذه ستارة جميلة، وأسرح وأترك الصلاة وتفكر من أين اشترى هذه الستارة وأن زوجته قد غالت في، ندخل في موضوع يمكن نرتكب في الصلاة ما يحرم خارج الصلاة. المهم فأنت سبحان الله العظيم، يعني إذا وقفت انظر في مكان سجودك، إن ركعت انظر إلى أطراف أقدامك، فإن سجدت انظر إلى أرنبة أنفك، سبحان الله. فبهذا المنطق أنت تعين نفسك على الخشوع في الصلاة. نأتي إلى أما له من تطوع، فإن وجد له من تطوع نوافل يعني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على 12 ركعة كل يوم لا يتركها، ركعتي الفجر وأربعا قبل الظهر واثنتين بعده، هذه 8 ركعات، 2 الفجر 4 قبل الظهر 2 بعد الظهر، ثم 2 بعد المغرب، كان يصلي ركعتين بعد المغرب هذه 10، ثم ركعتين بعد العشاء قبل الشفع والوت، هذه 12 ركعة ما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة مؤكدة، وطالما أنت تكثر من السنن تحبب في الصلاة. لماذا؟ لأن النوافل تحيط الصلاة بسياج لا يدخل الشيطان إليها، لكن لو اكتفيت بالفرض فقط يأتي الشيطان لينيمك عن صلاة العشاء مرة، ليجعلك تتقاصر عن صلاة المغرب مرة. ولكن أنا أهيب بالجميع كي نخرج من موضوع السهو، أسف كلنا يسهو. قال ابن عباس الحمد لله الذي قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، ولم يقل في صلاتهم سهون وإلا لهلكنا جميعا. ويل، هذا واد في جهنم تستعيد منه النار عدة مرات كل يوم، يوضع فيه من لا يواظب على الصلاة، من لا يواظب على الصلاة، سبحان الله. فالمسلم يعني وهو يعبد رب العباد عز وجل ويرى أن هذه الفريضة وهذه الشعيرة هي أهم شيء بعد التوحيد، وهذا ما يقبل من العبد يوم القيامة، هذه مهمة جدا في أن تركز فيها. فالصلاة يجب أن تقيمها كما أمر الله سبحانه وتعالى. فالسنة أو السنن الرواتب سبحان الله العظيم، عندما تحيطها أنت تحيط الصلاة بهذا السياج، الله عز وجل يكمل لك من هذه السنن. في نقطة مهمة كما قلت نعالج بها قضية السهو، كلنا يسهو، ثم العمل، صلاة الجماعة، صلاة الجماعة بفضل الله مقبولة سهوت أم لم تسهو. قال عمر رضي الله عنه أتمنى صلاة جماعة أن أواظب على صلاة جماعة أكفى سهوها وأضمن ثوابها. صلاة الجماعة إن شاء الله مقبولة، يعني يقول العلماء ينظر الله في قلب الإمام، فإن وجده صالحا قبل صلاته وصلاة من خلفه، فإن لم يجد قلب الإمام سوجد نظر في قلوب المأمومين، رأى بينهم صالحا قبل صلاة الجميع من أجله، فإن لم يجد لا هذا ولا هؤلاء قال الله يا ملائكتي انظروا بعبادي وقد اصطفوا يصلون كما تصنعون، وشهدكم أني قبلت صلاتهم وغفرت ذنوبهم ورضيت عنهم. طيب
قد يغضب او يحزن اخواتنا وبناتنا من النساء. والقاعدة ان لا تمنع اماء الله المساجد. لكن المصيبة نحن اخرجنا نساءنا كل يوم للعمل وتذهب الى السوق وتذهب الى ما يسمى بالمول والفول والكول سبحان الله والسوق التجاري وتذهب هنا وهناك. لكن نيجي عند الصلاة نقول صلاتها في بيتها لا حول ولا قوة. ما رأينا صلاة خلف رسول الله خلت من امرأة. المهم ما علينا خلينا احنا في لا نخالف العرف السائد الان ان حتى في مساجد ليس فيها مكان للنساء اصلا. وكان الدين نزل للرجال مع ان الدين والله نزل للرجل ونزل للمرأة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله المساجد. والصحابيات كنا يصلينا خلف رأي. المهم ما علينا احنا في الوضع الحالي المرأة تستطيع ان تأتي بابنتها الصغيرة وتصلي بجوارها وتأخذ الثواب ان شاء الله. وزوجها اذا نزل الى الصلاة ليصلي هي تكتب ان شاء الله كأنها صلت صلاة جماعة. اذا وجدت صلاة العبد ناقصة قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من نوافل فاكملوا هذه من تلك او اتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الاعمال على ذلك. الزكاة ناقصة تكمل من الصدقات وهكذا. يعني ارجو واتمنى ان يكون ابنائي وبناتي الجالسين الان مع ابائهم وامهاتهم امام الشاشة يعني يراجعوا حساباتهم سريعا قبل ان يمر الزمن. وليواظب كل انسان لا يواظب على الصلاة لانه بهذا يصير مسلما بحق كلما واظب على صلاته. اللهم اجعلنا عليها من الدائمين ومن المواظبين ومن الخاشعين واقبلها منا يا رب العالمين واحشرنا في زمرة المصلين الخاشعين انك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.